السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمعك دكتور. أولا أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، ويشرفني أن أنا أكون مشارك مع حضراتكم في هذا اللقاء القيم بالذكرى الثامنة لمنصة أريد، وأتمنى الله عز وجل أن تستمر هذه المنصة العلمية البحثية لخدمة كل أرجاء العالم وشبابنا من الوطن العربي. أنا سعيد جدا أن يكون هذا اللقاء بعد سنوات طويلة، وأتمنى أن يكون مشاركة منا نحن المجلس العربي للإبداع والابتكار التابع للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة جامعة الدول العربية، أن أكون على رأس المساهمين والمشاركين دائما لخدمة البحث العلمي مع منصة أريد. وأتمنى طبعا أن أخص بالذكر هنا الشكر الجزيل لسعادة الدكتور سيف السويدي والدكتورة هند عبيد وكل القائمين على منصة أريد، وكذلك أخص الأستاذ الدكتور عبد الرزاق مختار الزميل العزيز من مصر، ونحن في خدمة هذه المنصة العلمية العالمية دائما. وأيضا أنا أتمنى أن أقول لحضراتكم أنني أنا المستشار التربوي للاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، فنتمنى دائما المشاركة في كل المحافل الدولية التي تخدم البحث العلمي لخدمة أبنائنا من المحيط إلى الخليج. كل الشكر لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.